السلام عليكم، أنا تيتشر أمنية بلال. هنحل النهاردة محافظة القاهرة في الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي. يلا ابدأ لي بأول سؤال يا نور. أول سؤال اللي هو الخريطة كله، هتقولي أول سؤال كامل. تمام. أول حاجة نهر، ده نعمل هيبقى ايه؟ نهر نيلسون. ده اتنين، فعلا غلط. هضبة المكسيك. تلاتة، سلالة نقية هتبقى الإسكيمو. وأربعة، إقليم مناخي هيبقى إقليم البحر المتوسط. برافو. يبقى أول حاجة هنا ده نهر نيلسون، اتنين عندنا تحت هنا في جنوب القارة دي هضبة المكسيك، عندنا سلالة نقية قلتها ايه؟ الاسكيمو، اتنين هنا الاسكيمو. ده الاسكيمو، أربعة إقليم مناخي أهو ده البحر المتوسط. تمام، يلا بما تفسر يا نور. تمام. طيب، أول حاجة يختلف المناخ داخل القارة الواحدة من منطقة إلى أخرى أو منطقة لأخرى، أقول بسبب عدة عوامل مؤثرة في مناخ القارة. تاني حاجة، ايه هي العوامل؟ قلة عدد السكان في مناطق الاستوائية بأفريقيا وأمريكا الجنوبية. استناني الأول. يختلف المناخ داخل القارة الواحدة من منطقة لأخرى بسبب ايه؟ بسبب العوامل المؤثرة في المناخ، في مناخ القارة. طب اللي هي زي ايه بقى؟ هنقول الموقع الفلكي، موقع جغرافي، تضاريس. تمام؟ النور خرج. طب كمل يا عبد الله. لا، نور أنا السؤال كان التاني بما تفسر. قلة عدد السكان في المنطقة الاستوائية بأفريقيا وأمريكا الجنوبية. بسبب كثرة الغابات اللي فيه. أنت هتقوله في الامتحان بسبب كثرة الغابات اللي فيها، اسمها بسبب نمو الغابات الكثيفة. وإيه كمان؟ بسبب نمو الغابات الكثيفة وجو البرد. والبيئة القاسية. تمام، ثلاثة بما تفسر. يتركز السكان في مناطق مرتفعة السطح بالدول المدارية في قارة أفريقيا ليه؟ بسبب اعتدال المناخ نتيجة لارتفاع السطح. برافو عليك، ادخلي على صوب. تتفاوت تنمو أشجار الزيت في الإقليم الصيني شرق القارات. بدل الزمن نحط ايه؟ أنا رجعت يعني كان عايز بس طب استنى يا عبد الله. كام عبد الله ما صدق. طب استناني يا نور، كمل يا عبد الله. لا، استنى ليه يا نور، نور اقول كان السؤال اللي بعده. كمل يا عبد الله، نور يلا صوب. يا ريت يلا نور كان داخل. يلا هخنقك، يلا كمل صوب. أول بس نخش على تاني واحدة على طول. ايه اول واحده انت ما قلتهاش اصلا؟ تنمو اشجار ايه؟ غير ايه مثلا؟ مش عارف. البلوط مثلا. ماشي، الحلو بالضبط. اللي بعده. اوكي، اللي العلم الذي بعده يعني دراسة السكان وجدس نموهم وتوزيعهم ده اسمه علمي ايه؟ الديموغرافيا. ديموغرافي. طيب، من الدول ذات الاقتصاد الزراعي المنخفض في قارة آسيا زي ايه؟ باكستان. باكستان. تعرف جبال الألب شمال اسبانيا باسم؟ البرانس فرانس. دولة الفلبين من الدول الجزرية في قارة أفريقيا؟
جزر القمر. تمام. طب قول لي يا نور، هتقول لي اختر يا نور وما العلاقة؟ حلو ده، تمام. طيب اختر أول حاجة. القارة التي تبدو في شكلها أقرب إلى المثلث، أي بقى أمريكا الجنوبية. تمام. تاني حاجة، الأنهار التي تجري في شرق قارة آسيا، هيبقى نهر يانجتسي، تمام، اليانجتسي. برافو. وينجتسي. إقليمان مناخيان يتشابهان، في الصيف الممطر والشتاء الجاف، هما المداري والموسمي. وأربعة، ينتمي البوشمان والهوتنتوت إلى السلالة الذكية. تمام، ما العلاقة؟ طيب الصفحة فين؟ تمام، بيقول ما العلاقة بين هضاب وسط وشرق أفريقيا ونهر النيل في مصر؟ نهر النيل في مصر. أول حاجة، هو بينبع منهم روافد نهر النيل. تاني حاجة، النبات الطبيعي والتوزيع السكاني شمال قارة أستراليا. نمو الغابات الموسمية وعشائش السافانا، مما يؤدي إلى قلة السكان بشمال أستراليا. تمام. ثلاثة، الهجرات الإجبارية القسرية للزنوج والنشاط الاقتصادي في الأمريكتين. تعرض كبير من الزنوج للهجرات الإجبارية للعمل في مزارع القطن وقصب السكر في الأمريكتين. تمام. قول لي بالمرة يلا الرسم البياني، قول السؤال كامل بقى عشان ما يحصلش لخبطة. تمام، استعمل بالرسم البياني. واحد، أسباب ارتفاع الوفيات في قارة أوروبا بسبب زيادة عدد كبار السن. تمام. النتائج المترتبة على ارتفاع نسبة الأطفال أقل من 15 سنة في كثير من الدول. ترتب على ذلك إن أستراليا تعمل مع ميزانية ضخمة لتوفير الغذاء والمسكن والملبس. ثلاثة، اقترح وسيلتين لخفض معدل الزيادة الطبيعية. استنني، اشمعنى استراليا؟ إيه؟ هتقول ان مش استراليا، هتقول تحمل هذه الدول ميزانية مرتفعة عشان توفر الغذاء والمسكن والتعليم للأطفال، بس مش استراليا بعينها. وبيقول لك ليه في كتير من دول العالم. إذا أنا ما قلتش استراليا. ما انا سمعت استراليا. طيب، يبقى بتعامل هذه الدول ميزانية مرتفعة لتوفير الغذاء والملبس والتعليم للأطفال. تمام. ثلاثة، اقترح وسيلتين لخفض معدل الزيادة الطبيعية المرتفعة في مصر. القضاء على الفقر وحل مشكلة كثرة الإنجاب. تمام، برافو محمد سامي. حيث تم مسيرة محمد الفرنسية المماليك كانت معركة شبراخيط، أنشأ قاتل أنشأ محمد علي القناطر الخيرية على نهر النيل. ضمن المرمى السوداني إلى 1941 ولاية محمد علي للحكم من السودان. توقفت حركة النهضة في عهد عباس باشا الأول في معاهدة النقل والمواصلات. أطلق على وزارة محمود سامي برده شهادة عام 1882 الثورة. أكمل دلل. سؤال كيمي يا محمد، برافو. يعمل الحملات الحربية التي وجهها الخليل إسماعيل إلى أفريقيا جانب إنساني، حيث كانت من أهم أهدافها منع تجارة الرقيق. أظهر العربيين بعض المكاسب بعد مظاهرة عابدين 9 سبتمبر 1881 ميلاديا، حيث أدت إلى زيادة الجيش إلى 18,000 جندي وإسقاط وزارة رياض باشا مستبدة. تمام. استغل مصطفى كامل مهندس الدنشاية في 106 لصالح الحركة الوطنية، حيث استغلها في عزل اللورد كرومر. أدى إلى عزل اللورد كرومر اللي هو كان أول وأقوى معتمد بريطاني في مصر. قارن. طيب، ما هنا جدول معركة مركز أبيك 1516 ورداني 1517 بنحصر فيها كل معركة. مرج ضابك كانت بين العثمانيين والمماليك،
الرادانية كانت بين العثمانيين بين العثمانيين اه معلش نسيت اقول القائد، معركة مرج ضابق اللي كان بقيادة العثمانيين سليم الأول، وقيادة المماليك كان سلطان الغوري، والرادانية 1517 كانت بقيادة كان المماليك كانوا بقيادة تومان باي. موقع كل معركة، معركة مرج ضابق كانت في إمارة ذي القدر المملوكية، والرادانية كانت في الصحراء العباسية في منطقة ضعب الرادانية. تمام، برافو. يلا يا بتوتي. الحيوانات التالية بكلمة مناسبة: ظهرت الزراعة في مصر خلال العصر العثماني بسبب تطبيق النظام إيه؟ تمام. ظهرت الزراعة في مصر خلال العصر العثماني بسبب تنظيم نظام الالتزام. فشلت القوات الفرنسية أثناء حملتها على مصر في إخداع الأهالي في بسبب حرب المناوشات. أهالي محافظة أهالي الصعيد. سعيد. أول تراسينة بحرية أنشأها محمد علي في مصر كانت في أول تراسينة أنشأها محمد علي في حي بولاق. أي بلاء. أي كان محمد فريد يكافح ضد الاحتلال البريطاني وضد الفيديو كمان موجود وقت عباس حلمي التاني. تمام. أكمل وقت كملي السؤال كله. قول ماشي. اذكر نتيجة واحدة لكل من ميادي: اشتراك جميع طوائف الشعب المصري في ثورة 1919، يعني مما يدل أو أكد أيوة صح، مما يدل على الوحدة الوطنية بيننا. تصريح 28 فبراير أو في إيه يعني، أو نتيجة واحدة منه. تصريح ألف هو كان في نتائج يعني ليها علاقة بالتحفظ. لا معلش، هي دي التعهدات اللي أخدوها مصر. بالظبط. لو تصح تاني عشان بقى قد ايه. طيب أبدأ إلى ست واحدة ثواني بس يعني إنشاء المواني والكبائر التي تحتاجها بريطانيا. لا، ايه نتائج تصحيح 28 فبراير يا شباب؟ أولونا مصر، قول يا ثانية محمد. نتائج تصريح 28 فبراير، قول يا محمد. محمد، طب ممكن أنا أقولها؟ طب استنى، هو صوته راح فين؟ محمد سامعني؟ حد سامعني؟ سامعك، قولها. معلش معلق. أنا قلت أول حاجة علام السلطان فاروق نفسه ملكا على مصر، ها وعندنا نتيجة واحدة بس. تمام، علاء السلطان فاروق نفسه ملكا على مصر، وإعلان تشكيل وزارة عبد الخالق ثروت، ها تمام و ماشي. كان في واحدة تانية ثانية اللي هي بتاعت فكرها دقيقة بس. اللي هي إعادة وزارة الخارجية المصرية. تمام، يلا يا فاطمة كملي. في ضوء العبارة السابقة، ما الدور الذي لعبته إنجلترا في معاهدة العريش عام 1800؟ هو مسك سؤال قبليها ولا ما مش لازم؟ لا، ده اللي هي تأثرت مصر بالصراع الاستعماري بين إنجلترا لا وفرنسا خلال فترات التاريخ الحديث. ما بضوء العبارة دي هتجاوبي عن الأسئلة اللي تحت. إيه هو الدور ما اللي هو لعبته الدور الذي إنجلترا في معاهدة العريش؟ في معاهدة العريش اللي هي حيث يعني اسمها ايه، رفضت الحكومة البريطانية اتفاقية العريش وطلبت يعني بأن يأخذوا أو باستلام الفرنسيين كأسرى حرب، فاضطر بكليبر اسمه للرفض ففشلت المقاومة الحرب قصدي اسمها ايه المعاهدة. تمام. اتنين، لماذا سعت انجلترا الى عزل محمد علي وتوليد محمد بك الألفي كحاكم على مصر؟ كحاكم على مصر
نور. النيل. ها ركزوا هتجيبيها. ساعة العرض محمد علي توليد مكانه. إيه للحفاظ على ايه؟ على مصالح، لان محمد علي كان بس بيشكل كده؟ خطر عليه. دي كانت إجابة. ماشي هي دي بس الإجابة ولا؟ ليه ماشي ساعة انجلترا شاب العزل محمد علي وتوريث محمد بيكي الالفي؟ ها نور. ايوه يا مس، ها ليه انجلترا ساعة العزل محمد علي وتوريث محمد بيكي الالفي؟ علشان تطمن، عشان تطمئن على مصالحها الاقتصادية الموجودة في مصر. بالظبط، لاطمئنان على مصالحها الاقتصادية. طيب دلل خضعت مالية مصر الأجانب في المراقبة الثنائية في عهد إسماعيل. لما هيقوم بتعيين مراقبين، واحد فرنسي وواحد أجنبي، واحد فرنسي إسماعيل مراقبة المصروفات، والأجنبي لكي اللي اسمه هو إيه اللي هي الإنجليزي، فرنسي وإنجليزي. قصدي الإنجليزي، الإنجليزي وكان بريطاني وفرنسي، إيه؟ هو مش كان بريطاني وفرنسي؟ ما هو بريطاني هو إنجليزي. اه صح ماشي. ماذا كان سيحدث إذا نجح العربيون في تعطيل الملاحة في قناة السويس أمام الإنجليز؟ يعني لم تكن تستطيع يعني اسمها القوات البريطانية في احتلال مصر. ماذا إذا نجح العربيين في تعطيل الملاحة في قناة السويس؟ عدم هزيمة الجيش في القصاصين والتل القصصين. الكبير، وعدم استطاعة الإنجليز الدخول إلى الإسماعيلية. تمام؟ طيب تعال نبدأ نحل أول سؤال في محافظة الجيزة. محمد خالد ابدأ لي يا محمد بالخريطة كده. محمد حاضر يا خالد مستر، ابدأ لي اسم بالخريطة يا محمد. حاضر. رحنا جبال، خريطة سهلة جدا، خريطة آسيا أسهلهم. حضرتك بتقولي ايه مس؟ بقول دي خريطة آسيا أسهلهم، خريطة آسيا سهلة. واحد اوكي جبال مس، إيه؟ جبال الهيمالايا. جبال الهيمالايا. برافو. اتنين. انا برضو اه قولي الخريطة كلها. شغل سيبيريا، بعد كده مندرة السرطان، المحيط الهندي. تمام برافو عليك. يلا يا عبد الله. اكتب ما تشير اليه. دي محافظة رقم 2، اه كانت شاينا واجب أصلا، ايه كانت شاينا واجب. ما انا عارفه. قول لي اكتب ما تشير اليه. أكتب مسيرة عبارة موقع المكان، سواء كان قارة أو دولة أو غيرها. بالنسبة للأماكن الأخرى، موقع جغرافي. كمل سريعا يلا. ماشي. الدولة التي تتكون من جزيرة أو أكثر، أو قد تكون جزء من جزء من جزيرة. جزيرة. جزيرة الدولة الجزرية لسه مسماها النهاردة في الدولة التسمية، دي. بيقول لك الدول، هتروح تقول له جزيرة؟ الدولة الجزرية. تمام. منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائص مناخية من حيث الحرارة والرياح والأمطار. الموقع الفلكي. منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائص مناخية يا باشا، لها خصائص مناخية يا باشا، من حيث الحرارة والرياح والأمطار. إيه المنطقة اللي لها خصائص مناخية؟ ايوه الموقع الفلكي. موقع فلكي. إيه هو؟ إيه هو تعريف الموقع الفلكي يا عبد الله؟
سواء مكان بالنسبة مكان الدولة دي بالنسبة بالنسبة لخطوط الطول للمرحلة. ودوائر العرض. اوكي طيب التقارير الإقليم المناخي يا باشا، الإقليم المناخي يا ماشي باشا. 4. ماشي. دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرية محددة، تعداد ها السكان. الديموغرافيا صح؟ لا، مش الديموغرافيا، التركيب العمري يا عبد الله، التركيب العمري تركيب يا عبد الله. مذاكرتك مش عجباني، تظبط لي مذاكرتك في المراجعة. تمام، الحاجات اللي عندك قصور فيها اتأكد عليها. طيب يلا، مين؟ فاطمة، قولي لي إلى أي مستويات الدخل تنتمي كل مما يلي؟ ماشي، أول حاجة دول دول الخليج الخليج العربي. ذات اقتصاد مرتفع، تمام. طيب أوكرانيا، أقل من المتوسط، دول ذات برافو دخل عليك، اقتصادي أقل من أقل من المتوسط. المتوسط. طيب باكستان، هي في الزراعة يبقى دولة منخفضة، الاقتصاد منخفض، منخفض. برافو. المكسيك، فوق اسمها ايه، فوق المتوسط. فوق المتوسط، برافو عليك، شطورة. طيب يا شباب، إن شاء الله الحصة الجاية هسمع